رائع كريم هندل. طبعا طبعا انسان خلوق ومحترم، والفرقه كلها يعني الفرقه كلها سلوكياتها جميله، وعندهم جديه في التعامل، عارفين عندهم نضوج، سواء الصغير منهم اللي لسه طالع، تحس ان الجيل ده ما شاء الله ناضج بدري. عندنا ما شاء الله احمد هشام دودو، طبعا نتمنى له يرجع بالسلامه بعد عمليه الرباط الصليبي، بطل عالم ناشئين، بطل عالم ناشئين واحسن لاعب، وتحس ان هو لعيب ناضج بقاله اربع خمس سنين. صحيح. دايما بيبقى في مشكله من اللعيب اللي بيطلع من الناشئين والشباب ليخش الدرجه الاولى، لسه بياخد فتره عبال ما ايه يستوي. صح. ففي لعيبه بتطلع فوق تحس ان هي طالعه كده جاهزه، طلعه كبيره. ما شاء الله احنا عندنا جيل قوي جدا يقدر يسطر تواريخ، مش تاريخ واحد بس، احنا عندنا فرقتين متكاملين. أيوة. يعني باروندو ما شاء الله عنده فرايتي، يعني عندنا اربع حراس مرمى ما شاء الله مقفلين الجون، تقعد تحتار تنزل مين. بس على راي كريم وقال احنا بنكمل بعض. صح. كل واحد هم بيظبطوا مع بعض، مع مدرب الحراس، ده ماتش مين فايق مين مش فايق، مين موفق مين مش موفق. عندنا اللعيبه فرقه كامله، احنا النهارده بيطلع فرقه وينزل فرقه. صحيح. فعندك خط خلفي كامل باجنحه تقدر تسحبها وتنزل فرقه تانية. صحيح. فدي حاجه جميله ان شاء الله، نتمنى في الفتره الجايه يبقى في تصير لتواريخ كتير ونتائج كتير حلوه هم يفرحوا بيها، واحنا كلنا هنفرح ونبقى سعداء ان احنا عندنا جيل قوي ما شاء الله يقدر يجيب نتائج كبيره جدا لمصر.